مساء الخير. ازاي تقدر تعمل فريمز اطارات او حدود في برنامج الوورد تكون مختلفة عن الشكل اللي انت متعود ان انت تستخدمه في برنامج الوورد زي اللي قدامك دي او دي او دي او دي او كل الاشكال دي وغيرها كتير جدا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعرفكم بنفسي، انا عماد خليل ودي قناتي، اهلا بيكم فيها. اتمنى ما تنسوش ان انتوا تتابعوني، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. قبل ما نشرح ازاي نقدر نعمل الفريمز او الاطارات او الحدود اللي شكلها رائع ديت، عايزين نعرف ازاي اصلا بنعمل الفريمز او الاطارات. بمنتهى البساطة، وانت على صفحة وورد هتروح كده هوت من الجزء دوت اللي هو اسمه باراجراف، هتلاقي هنا هوت العلامة دي اللي اسمها بوردرز او حدود، هتدوس عليها كده هوت وتروح دايس بوردر اند شيدنج. اول ما تدوس عليها اول حاجة بيقولك البوردرز بتاعتك، الحدود بتاعتك، وهنا بيج بوردر، فهنا بيديك الفرصة ان انت تعمل البوردرز. وهنا طبعا بيقولك مفيش او شكل بوكس او شكل شادو او 3D options. يعني هنا الخط بتاعك، عايز خط البوردر يبقى عامل ازاي، عايز لونه يبقى عامل ازاي، وهنا عايز حجم الحاجة بتاعتك قد ايه. فخلينا ناخد مثال، نقول مثلا عايزين الشكل البسيط ده، وعايزين لونه يبقى لون الازرق، وعايزين حجمه يبقى الحجم ده. زي ما انت شايف هنا في الجزء بتاع العرض بيظهر لك كده، ده العادي. اول ما تدوس اوكي هيظهر لك الفريم بتاعك البسيط كده. ولكن لو انت عايز بقى فريمز شكلها اكتر شياكة وتفصيل، فيها اوبشنز كتير تانية، هتلاقي بقى هنا حاجات تانية زي ما انت شايف، ودي طبعا اللي بيسمح لك بيها الوورد. فمثلا لو جينا خدنا الستارز ديت، عايز بقى تكبر حجمها كده هوت زي ما انت شايف بتكبر، او تصغر تغير لونها مثلا يبقى اللون الاورنج ده، وهكذا هتظهر معاك بالشكل. ولكن في الفيديو بتاعنا احنا عايزين نعرف ازاي بقى تجيب فريمز او اطارات شكلها مبهر، ممكن تستخدمها في مجالات مختلفة. انت مثلا بتقدم مواضيع للاطفال، فعايز فريمز كده يبقى فيها شكل العاب وحاجات للاطفال، فريمز عايزها تقدمها في شكل رواية، فانت عايز تكون ليها شكل مميز بشكل ما، او حاجات بالوان ديكوريتد ديكور كده معين، وهكذا. هنعمل كده ازاي؟ ده اللي هنشرحه دلوقتي. عندك طريقتين في ان انت تقدر تعمل بيهم الفريمز او الاطارات على برنامج الوورد اللي هي مش موجودة على الوورد. اول حاجة انت عايز تجيب الفريم نفسه، هتعمل ايه؟ تفتح صفحة انترنت فاضية وتكتب مثلا decorated word frame او هنقول border وندوس انتر. هيظهر لك حاجات كتير، احنا عايزين ايمج، هيظهر لك بقى كل الاختيارات اللي انت شايفها دي، وكل ما تكتب حاجة هيظهر لك شكل مختلف زي ما انت عايز. فهنفترض واحنا ماشيين كده هوت، وده طبعا حسب ذوقك وحسب احتياجك واللي انت عايزه حسب شغلك يعني. ففرضا هناخد الشكل اللطيف ده اهو، اول ما دوسنا ظهر لنا بالشكل دوت. وطبعا لو انت نزلت كده هتلاقي اوبشنز كتيرة تانية في نفس الموضوع شبهه، احنا عايزين دوت. فنيجي كليك يمين كده هوت عليه سيف اس، ونحطه عندنا كده هوت. نيجي على صفحة الوورد، هنروح جايين كده هوت من كلمة ديزاين، اقصى اليمين هنلاقي فيه حتة اسمها ووتر مارك، هتدوس عليها وتيجي تقول كاستم ووتر مارك، وتيجي هنا تقول بيكتشر ووتر مارك، بيقول لك سيلكت بيكتشر روما فايل، تختار بقى الشكل اللي انت اخترته اللي هو زي ما احنا اخترناه هو ده. وبعد كده هنا بيقول لك لو انت عايز تغير السايز بتاعه كبره او حاجه، انا هسيبه اوتو ونبقى نكبره حسب ما نشوفه جوه. وهنشيل كلمه واش اوت دي لانها بتخليها باهته اكتر، هندوس اوكي ظهر لنا الشكل ده. طبعا هو هنا ظهر لنا كانه في الخلفيه بتاعت الصوره، دبل كليك في الحته بتاعت الهيدر دي وتيجي كده تمسك طرفه وتكبر بقى عشان خليه يملى الصفحه بتاعتك، عشان يبقى باين ان هو مالي الصفحه تمام الشكل اللي انت تشوفه ان هو الفريم كده تمام. اروح دايس كلوز هيدر اند فوتر كده تمام. عايز اكتب بقى، اقدر اكتب عادي خالص طالما هو في الباك جراوند، ودي الميزه الكبيره في الامر ده. لما بيبقى في الباك جراوند بيبقى عندك سهوله جميله ان انت تكتب. انا مثلا اكتب باللون الاحمر واخلي الفونت مثلا 36 بولد، واجي ادخل كده تابع واكتب عماد خليل is infusing word video مثلا. وطبعا لو انا عايز ديت كده تدخل سنه الزياده هروح دايس تاب قبليها، هتدخل لو عايزها اكتر هنعمل كده، وزي ما انت عايز كده. انا كتبت على الصفحه دي. طب انا عايز فريم بتاعي واضح اكتر، مش عايزه يكون باهت بالشكل دوت، هروح دبل كليك عليه كده اهو في الحته بتاعت الهيدر، هيظهر كده اقف عليه
كنترول سي اروح اعمل له ديليت واقف بقى كلوز واروح دايس كنترول في ظهر لي كانه صوره وهو صوره اروح دايس كده هو عليه بيكتشر فورمات لعب تكست واختار ان هو يبقى بيهايند تكست وهقول لكم ليه بعد كده. طبعا تقدر تمسك الفريم كده اهوت وتكبر فيه زي ما انت عايز عشان يبقى قد الصفحه بتاعتك, بس انا ارجع وادوس الاختصار اللطيف اللي هو كنترول شيفت والسهم لفوق كده بيكبر من كل الاتجاهات بنفس الطريقه بيسهل عليا ان انا ما اقعدش اسحب حته حته, وطبعا لو في فاين تيونينج في الاخر بنظبطه بس هو كده تمام. ايه الميزه في بيهايند تكست؟ ان انت تقدر تكتب عليه بكل سهوله من غير ما يبقى عندك احساس ان هو صوره واخده الشاشه كلها, نقدر نكتب بكل سهولة وهو باين مش باهت زي ما انت شايف كده. ودي الطريقة اللي هي عن طريق ان انت تروح على ديزاين ووتر مارك كاستم ووتر مارك بيكتشر وتختار الصورة وهكذا. طب انا مش عايز كل الفيلم ده, انا عايز الفريم بتاعي احطه كصورة واظبطه زي ما انا عايز, هعمل كده ازاي؟ هنروح دايسين نيو واحد تاني ونروح جايين على الانترنت, وهنا بقى هكتب جولدن ديكوريتد وورد بوردر عشان يديني اشكال جديده. كل ما هكتب كلمه مختلفه في الوورد بوردر او وورد فريمز او هيديني شكل مختلف او اشكال كتيره مختلفه زي ما انت شايف اهو طالع لك كل الحاجات التحفه ديت. انا هروح للشكل اللي هو انا دوست على ده دلوقتي طلعهولي بالشكل التحفه دوت, بس انا عايز يجيب لي اشكال شبهه كتير فهدوس على مور من هنا هيطلع لي اوبشنز تانية شبهه كده اهوت. هاخد الشكل ده, انا عايز حاجه زي كده, اروح دايس عليها كليك يمين سيف واحطها هنا. طبعا الشكل دوت مش هينفع ان انا افرغه من الفريم اللي عليه, ولكن انا هشوفه على الوورد هيبقى عامل ازاي. اول حاجه دوت بالعرض, عايزه بالعرض يمشي, عايزه بالطول يمشي. فانا مثلا عايزه بالطول, يعني عايزه يبقى بورتري مش لاندسكيب. الطريقه الثانيه insert picture this device, الاوبشن ده طلع لي في باك جراوند زي ما انت شايف كده اهوت. انا مش عايز الباك جراوند اللي هي لونها فاتح ديت, انا عايزه من غير الباك جراوند اللي فيها الجراي الفاتح ده. فاعمل ايه؟ هروح جاي كده اهوت من على الانترنت وافتح صفحه, هروح جاي هنا وكاتب ريموف بي جي ديت اللي هي باك جراوند, هيظهر لي اللي هو ريموف بي جي. هيجي على طول من هنا على ابلود بيكتشر وابلود ايمج, ابلود ايمج ادي الايمج بتاعي دبل كليك عليه اتعمل له ابلود, اتشال الباك جراوند اللي هو الجزء الجراي زي ما انت شايف. تروح دايس داونلود وترجع تختاره مكانه. طبعا الويب سايت اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو ريموف بي جي ممكن تستخدمه في اي صوره عندك انت عايز تشيل الخلفيه بتاعتها فبيسيبها لك من غير الخلفيه. خلصت انت الامر ده, هتيجي بقى انسرت تاني بيكتشر ذيس ديفايس, تنزل تختار الصوره بتاعتك اللي هي ديت طلعت لك بالشكل ده. طبعا الاوقع ان هو يبقى بالعرض, عايزه بالطول ممكن تروح عامل كده اهو ويبقى معاك بالشكل ده زي ما انت عايز. انا افترض بقى ان انا عايزه يمشي كده اهو. اول حاجه بقى انا نزلت الصوره اجي على راب تكست ديت تمام واخليه بيهايند تكست, ده مهم جدا, واجي سنتره كده اهو. طبعا اول ما بيتسنتر بيبقى باين ان هو عمل العلامه اللي هي اخضر ديت ان هو بقى في النص الصفحه بالظبط. ثم بقى كنترول شيفت والسهم لفوق اقعد اكبر فيه على طول لغايه ما يكبر معايا على حدود الصفحه. طبعا لغايه ما انا احس ان هو كده تمام, انا حاسس ان هو كده تمام, ولكن ممكن يكبر سيكا من هنا وبرده من هنا اهو. طب انا هكتب فين؟ ده هو اصلا الصوره واخده كل المكان. هنا الميزه ان انت لما خليته بيهايند ذا تكست كده انت تقدر تكتب فيه بكل سهوله لان هو بقى على خلفيه الصفحه. فانت لو انت واخد بالك كده هنا انت عندك اوبشن ان انت تكتب. طب لو ما كانش باين لك الاوبشن ده هتقف على الصوره بتاعتك وبيكتشر فورمات من سند باكورد, تروح دايس على سند تو باك تمام وتدوس كده اهو, هتلاقي ظهرت لك ديت. اول ما تكتب كده اهوت هتلاقي في كتابه ظهر, روح دايس تاب تين كده وانتر انتر تاب لغايه ما ادخل في الصفحه بتاعتي, اظبط الفونت بتاعي. ففرضا هخليه الفونت دوت بس بولد وادخن شويه كده اهوت, وهخلي لونه يبقى اللون ده. هخلي مثلا الكتابه من اليمين للشمال واكتب مثلا مرحبا بكم في قناتي, لا تنسوا متابعتي والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الكل. طبعا اتمنى منكم ان انتوا تعملوا كده اهوت علشان الامر يوصل لكل الناس, وتشاركوا الفيديو دوت مع كل اصحابكم وزمايلكم والناس اللي عايزه تستفيد منه. كل الفريمز ديت هبقى سايبها لك تقدر ان انت تستخدمها. اشكركم على وقتكم في ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده, اتمنى اكون افدتكم. لو عندك اسئله في اي حاجه يا ريت تكتبها لي, وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي. سلام.